الى ذلك ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الاستضافه الناجحه لمملكه البحرين لسباق جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 مؤكدا ما وصلت اليه رياضه السيارات من انجازات ونجاحات رفيعه على المستوى الدولي وهي موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط بعد تالقها خلال 20 عاما الماضيه من التميز في استضافه هذا الحدث العالمي وأكد العسوم أن استمرار استضافة مملكة البحرين لفعاليات الفورمولا 1 وريادتها في احتضان الفعاليات الرياضية وغيرها على المستوى العالمي يأتي بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية متطورة مشيدا بكافة الجهود المبذولة من الجهات والقائمين على تنظيم السباق